والآن سوف نذهب إلى جائزة الخدمة العامة. فالليلة نحن نقدم هذه الجائزة لرجل أعمال مشهور ومعروف، رجل أعمال عالمي لديه خدمة سجل حافل من الخدمة العامة، وأيضا إنسان كريم للغاية، السيد محمد أبو العينين. خلال مسيرته المهنية الرائعة قام بتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية والإفريقية في أوروبا والولايات المتحدة. هو عضو في مجلس النواب المصري ويمثل مجتمعه بكل فخر ويكون مثالا للكل ليتبعه. وقد أنشأ مجموعة كليوباترا، وهو يعتبر أحد أكبر الشركات الاستثمارية في مصر، وقوى علاقاته الاقتصادية مع أكثر من 100 شركة حول العالم. لي كل الشرف أن أرحب بصاحب جائزة الخدمة العامة لهذا العام، السيد محمد أبو العينين. ليتفضل، تفضل سيادتكم. شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا.